بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة آل عمران. الدرس 80. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نواصل بيان الفوائد التي نستفيدها من الآيات التي قرأناها وتكلمنا على شيء من معانيها، من قوله تعالى وكأي من نبي قاتل معه ربيون، إلى قوله والله يحب المحسنين. فمن هذه الفوائد أن المصائب لا تزيد المؤمنين إلا قوة في إيمانهم وثباتا على قتال عدوهم. ويؤخذ من هذه الآيات أن المصائب التي تنزل بالمسلمين سببها الذنوب والمعاصي، لأن هؤلاء الذين كانوا مع الأنبياء لما أصابتهم المصائب ما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. عرفوا أن سبب الهزيمة وسبب المصيبة هو الذنوب والإسراف في الأمر، فأصلحوا ما حصل من هذا الخلل ورجعوا إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا هو الحكمة في أن الله جل وعلا ينزل المصائب بأوليائه، من أجل أن يتطهروا من ذنوبهم ومعاصيهم. ويؤخذ من هذه الآيات أن المؤمنين إذا أصابهم شيء حاسبوا أنفسهم واستغفروا لذنوبهم، فهم لا يقفون أمام المصيبة حيارى لا يدرون ما سببها، بل هم يعرفون أن سببها من قبل أنفسهم، كما قال سبحانه أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. فهم يعرفون أن ما أصابهم إنما سببه من قبلهم هم، فيرجعون إلى إصلاح هذا الخلل ليرجع لهم النصر من الله سبحانه وتعالى. ويؤخذ من هذه الآيات أن سبيل المؤمنين الاستعانة بالله على قتال عدوهم مع إعداد العدة، فالمؤمنون حينما يريدون قتال الكفار لا بد أن يستعدوا بقوتين عظيمتين. القوة الأولى قوة الإيمان واليقين والاعتماد على الله سبحانه وتعالى، والقوة الثانية قوة السلاح، كما قال سبحانه وتعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. فنتيجة محاسبة النفوس والتوبة من الذنوب والإسراف في المعاصي والثبات أمام العدو، هذه أسباب النصر إذا أخذ بها المسلمون، فإن الله سبحانه وتعالى قد وعدهم بالنصر، وهو سبحانه وتعالى لا يخلف وعده، بل ليس ذلك قاصرا على النصر في الدنيا، وإنما ذلك أيضا أعظم وهو ثواب الآخرة، فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة. يؤخذ من هذه الآيات أن ما يعطيه الله للمؤمنين من ثواب الدنيا لا ينقص من ثواب الآخرة، فالله سبحانه وتعالى يعطي المؤمنين الأتقياء في هذه الدنيا من الخير، ولا ينقص ذلك من ثوابه في الآخرة، بخلاف الكافر فإن الله يعطيه من هذه الدنيا ولكنه يحرمه من الآخرة.
فالله جل وعلا يعطي المؤمن من الدنيا ويعطي الكافر من الدنيا، ولكن المؤمن يعطيه عن رضا، يعطيه الله عن رضا وجزاء على عمله الطيب، وما يدخره له في الآخرة أعظم. وأما الكافر فيعطيه الله الدنيا من باب الاستدراج، ومن باب الإملاء. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. فهذه آيات عظيمة، فالمسلمون لا يصيبهم قنوط أو يصيبهم يأس مهما أصابهم، بل ذلك يزيد في طمعهم فيما عند الله سبحانه وتعالى، لأنهم يعلمون سنن الله عز وجل في خلقه وأنه يداوي الأمور بين الناس، فهم ينتظرون العاقبة الحميدة. نسأل الله عز وجل أن ينصر الإسلام والمسلمين ويذل الكفر والكافرين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.